الممثل القدير استاذ عباس النوري من سوريا من الشام معنا صار مباشرة عبر زوم. مساء الخير استاذ عباس. مساء الخير لك ولضيوفك، تسلمي، شكرا على الاجتماع الجميل وشكرا على الحلقة المهمة. نعم، البقية بحياتكم الحمد لله على سلام، على سلامتك وعلى سلامة عائلتك، والله يحمي السوريين وجميع الضحايا وجميع الموجودين. استاذ عباس، كيف عشتوا هيدي التجربة القاسية؟ والله يعني أنا مثل أي مواطن عادي، مثل أي إنسان عادي، أنا كنت بالسرير لأنه إجت وقت متأخر بالليل، فحسيت في أزمة وفي حركة معينة. أنا افتكرت في مشكلة يعني بالسرير نفسه، فزوجتي قالت لي ليك التريا برا عم تهز، فطلعت عليها لقيت الاهتزاز مو طبيعي، بعدين حسيت إنه الاهتزاز كتير كبير نعم، لدرجة كتير كبيرة، وانا قاعد بالطابق الارضي، في عندي بيتي له جنينه وفي فسحه منيحه يعني، بنتي ساكنه بالطابق الاخير بالبناء نفسه، عندي 4 احفاد لها، ف يعني بوقت بالليل والدنيا يعني كثير برد ومطر والناس قاعده ببيوتها يعني، فهي الأزمة يعني هذا الوضع اللي بحد ذاته ساهم في كثير من الكوارث مع الأسف الشديد يعني. نعم، أنا بالنسبة لي اللي صار إني كنت حريص إني أدارك الأمور بأي طريقة، لأنه فهمت إنه في زلزال كبير جدا صار واقع، نعم، لكن كنا ما لنا فاهمين القصة من وين بلشت وكيف حتنتهي. الموضوع كان مرعب مرعب جدا، نعم، والحياة كارثة كبيرة على كل الناس يعني، نعم، يمكن كارثة، أقل الناس تضرراً إني أنا أو الناس اللي أمثالي، بس نعم، أما الناس الكارثة اللي كتير ضررت كبيرة، فعلاً. كارثة كتير كبيرة أستاذ عباس. نعم الله نعم يرحم الضحايا، الله يشفي الجرحى.